أنا اسمي الدكتور حازم عاصي، أنا أخصائي دم وأورام بالمركز الطبي بالجامعة الأمريكية في بيروت. اليوم بدنا نحكي عن العلاج المناعي أو اللي بنسميه إيمينوثيرابي. العلاج المناعي أورام السرطان إلى علاجات متعددة ومختلفة. علاجاتها تتضمن العمل الجراحي، العلاج الشعاعي والأدوية. الأدوية تتوزع على عدة فئات. عندنا مثلاً العلاج الكيميائي اللي هو أكثر شيء مشهور والناس بتعرفه، عندنا العلاج الهرموني، عندنا العلاجات الموجهة بنسميها تارجت ثيرابي، وعندنا العلاج المناعي اللي هو يعد أحد أهم الاكتشافات بالسنوات الأخيرة بعلاج السرطان، العلاج المناعي أو الإيمونوثيرابي. الإيمونوثيرابي بيشتغل بطريقة بسيطة جدا وهو يختلف عن العلاج الكيميائي. العلاج الكيميائي لما نستعمله بيقتل الخلايا السرطانية والخلايا المنيحة، يعني بشكل عشوائي فينا نعتبره، بيدمر كل شيء بيشوف قدامه بشكل عشوائي. أما العلاج المناعي فهو عبارة عن علاج بنشط الخلايا المسؤولة عن مناعة الإنسان تهي تروح تكتشف وين في خلايا سرطانية وتحاربها، وكأنه الخلية السرطانية عندها قدرة تنيم النظام المناعي بجسمه للإنسان. لما تنيمه للنظام المناعي بصور السرطان يكبر بطريقة عشوائية ويقتله للإنسان. نحن اللي بنعمله بالعلاج المناعي منروح منوعيه لجهاز المناعة ومنقول له انتبه في خلايا سرطانية غريبة روح حاربها. هيك بيشتغل. أكيد أي دائما عما لما نشتغل بالنظام المناعي للإنسان نحركش فيه بهالمعنى منقوله، بيصير عنا نوع من العوارض الجانبية اللي إلها علاقة بالنظام المناعي. هون استعمال هيدي الأدوية لازم يكون فعلا بس بمراكز وأطباء عندهم خبرة وكيف يستعملوا هيدا الدواء وكيف يراقبوا العوارض الجانبية وكيف يتجنبوها إذا أمكن. الإنسان بياخد العلاج المناعي بشكل جدا طبيعي، بشكل كتير مبسط، بياخده بفل على بيته وبيمارس حياته بشكل طبيعي وبيمارس عمله، وأبدا ما بيبين لأنه عم ياخد علاج مناعي اللي هو عكس العلاج الكيميائي. عادة اللي بياخدوا علاج كيميائي بيخسروا شعرهم بيبين عليهم، بالعلاج المناعي هالشي ما بنشوفه. أكيد في عوارض جانبية، ولكن عوارض جانبية بشكل عام إذا الطبيب انتبه لها بوقتها تعالج بشكل فعال وجيد. في حالات استثنائية بيكون العوارض الجانبية جدا قوية بنضطر نوقف العلاج المناعي. شغلة كتير مهمة بالعلاج المناعي كمان، هون الخبرة بتلعب دور كتير كبير، انه حين نعطي علاج مناعي وما بناخد نتيجة الا لبعد اشهر، يعني ما بنشوف الفائدة تحت العلاج الا بعد عدة شهور من المعالجة. العلاج الكيميائي عادة بناخد فعاليته خلال اسابيع بنشوف الفعالية. المناعي يختلف، بتاخد وقت تنشوف فعالية هيدا الدواء. والأهم من هيك أحياناً كتيرة منوقف العلاج المناعي وبعد أشهر مما وقفناه ممكن نشوف تجاوب، وممكن حتى نشوف العوارض الجانبية بعد أشهر مما وقفنا الدواء. لذلك المتابعة مع الطبيب دايماً لازم تكون مستمرة. شو هي الأورام اللي بتستفيد من العلاج المناعي؟ أورام عديدة. العلاج المناعي بلش أول شيء بسرطان الجلد خصوصاً الميلانوما، وبين انه هالاشخاص اللي بيتجاوبوا على العلاج هن الاشخاص اللي بعد سنوات بعدهم عم ياخذوا الدواء وبعدهم عايشين وعم بكفوا حياتهم بشكل طبيعي. يعني الاشخاص اللي بيتجاوبوا على العلاج المناعي للاسف ما في شيء اسمه 100% تجاوب، ولكن الشخص اللي بيتجاوب على العلاج المناعي هو الشخص اللي غالبا حيكون تجاوبه دائم ومستمر لفتره طويله تمتد الى عده سنوات واحيانا الى الشفاء التام. بعد العلاج السرطان الجلد الميلانوما بيجي عنا سرطان الرئة. سرطان الرئة لسنوات عديدة علاجه كان جدا محدود بالعلاج الكيميائي، ولكن اليوم سرطان الرئة بطل مرض واحد، صار عدة أمراض يقسم حسب التركيب البيولوجي للمرض، بنسميه نحن الموليكولار بروفايلينج للتيومر. هيدا الموليكولار بروفايلينج بيقول لي أنا أي أفضل دواء أعطيه لمريض اللي عنده سرطان الرئة. من ضمن هالأدوية هو العلاج المناعي، وحاليا عنا عدة أدوية
موجودين بلبنان، والجهات الضامنة أغلبيتها بلبنان بتأمنها للأشخاص للمضمونين. إذا المريض عنده نسبة معينة من شيء بنسميه PD-L1، نسبة ارتفاع معينة، بيستفيد من علاج المناعي من دون علاج كيميائي كليا، يعني ما بيحتاج أبدا لعلاج كيميائي، وعندنا العشرات من المرضى اللي عم يستفيدوا من هذا الدواء حاليا. ممكن إذا هيدي نسبة منها كتير عالية، PD-L1 بالورم منها موجودة بنسبة عالية، المريض يستفيد مع العلاج المناعي مع الكيميائي بنفس الوقت، بنعطيه كيميائي ومناعي مع بعض. في أورام مثل سرطان الرئة، مثل سرطان الكلوة، بنعطي دوايين مناعي بيعملوا بشكل مختلف، دواء ما حنذكر أسماء أدوية ولكن بنسميه كومبينيشن للإيمونوثيرابي، بنعطيهم مع بعض. حتى بنعطي علاج مناعي مع علاج موجه احيانا بحالات معينه. العلاج المناعي كمان ممكن يفيدنا بسرطان الثدي، مؤخرا ظهر الدراسه بشهر 10 2018، بين انه اذا بنعطي علاج مناعي مع بحالات معينه من سرطان الثدي، مش بكل الحالات، بيفيد جدا، بيفيدنا. حتى بين بانواع من سرطان الرئه لعلاجها ما تطور خلال 40 سنة، علاجها بقي هو ذاته. مؤخرا ظهر دراسة العلاج المناعي بفيدوا لهالنوع من سرطان الرئة اللي بنسميه الخلايا الصغيرة، هذا بيستفيد على العلاج المناعي. وأكيد سرطان الرئة الخلايا الكبرى يستفيد، وهالشي بنعرفه من سنوات عديدة. الخلايا الصغيرة الصغرى بين مؤخرا هالشي. أكيد المثانة، الليمفوما، المصران، المعدة، الكبد، عنق الرحم، كله نستفيد. شغل مهم كتير، حتى الـ FDA السنة الماضية عمل approval للعلاج المناعي إذا أي ورم بغض النظر عن مكان وجوده عنده نوع من الخطأ الجيني. إذا الخطأ الجيني موجود بالحمض النووي للورم موجود، المريض بيستفيد من العلاج المناعي بغض النظر وين موجود هيدا الورم. نحن دائما لما نوصف علاج مناعي، علاج المناعي عم نحكي عن دواء مكلف جداً، علاجات مكلفة وغالية واستعمالها ممكن يعرض المريض لضرر كبير إذا استعمل بغير مكانه وبالطريقة السليمة. لذلك نحن نتبع دائما العلاجات المبنية على دراسات، ودراسات موثقة. الدواء بده يكون FDA approved، بده يكون كمان موافق عليه بأوروبا وببلد المنشأ، ويستعمل ضمن guidelines. يعني الاستعمال العشوائي لأدوية غالية جدا ممكن تأذينا جدا وتأذي المريض أكثر ما هي تفيده. مش كل إنسان بيستفيد من العلاج المناعي، قسم كبير بيستفيد. هون طبيبك بيحدد إذا أنت كنت من الأشخاص اللي ممكن تستفيد ولا ما ممكن تستفيد. بننتبه نرجع للعوارض الجانبية. عوارض الجانبية تعالج أي شيء بيبين عندكم بتحسوه غير تقليدي أو غير طبيعي، أو بين بعد ما بلشتوا علاج مناعي لازم تخبروا طبيبكن عنه. ونحن كطبيب شغلتنا كمان نراقب أمور معينة ممكن تتغير بجسم الإنسان بدون ما يحس فيها، هذه وظيفة الطبيب. شغل كتير مهم كمان نحكي عنه، بوجود العلاج المناعي صارت نظرتنا للسرطان تختلف كثيرا. كان السرطان مرض قاتل بأغلبية الأحيان، صرنا عم نحكي عن أورام اللي هي كانت تقتله للإنسان، عم نقدر نحولها بفضل العلاج المناعي لأمراض مزمنة. يمكن ما عم نقدر نشفي للمريض كليا، ولكن عم نقدر نعيشه هو المرض، كيف مريض السكري، مريض الضغط اللي بياخدوا أدوية، مريض القلب بياخد أدوية بشكل متواصل ومزمن. نفس الشيء عم نقدر نوصل لمرحلة مرض السرطان يتعالج بالعلاج المناعي بطريقة مستمرة، ويصير مثل المرض مزمن بدل ما يكون مرض قاتل. كمان بنحب نحكي انه بلبنان اغلبية الجهات الضامنة كضمان، كوزارة الصحة بحالات كتيرة، قوى امن، جيش، يعني كل الجهات الضامنة بشكل عام، تعنيت الموظفين بتأمن العلاج المناعي. برجع كمان لنقطة مهمة هي مراقبة المريض لنفسه. الانسان لازم يكون familiar، يعني يتعود على جسمه، خصوصا اذا عنده مرض خبيث وعم يتعالج. يعني إذا نحن حسينا في عنا إسهال فجأة بيّن بعد المرض، بعد ما أخذنا العلاج المناعي، أو طفح جلدي، أو كسل، هيدي أمور دغري
أو شفنا دم بالخروج، هيدي أمور لازم دغري ننبه طبيبنا عليها، والطبيب شغلته كمان بساعتها يتنبه ويفكر مو شو هي العوارض الجانبية اللي ممكن تأذي، لا ممكن تكون بسبب العلاج المناعي ويتدخل بهالموضوع. كمان شغلة مهمة، العلاج المناعي ما بينعطى لكل الناس، أي شخص عنده أي مرض مناعي، أي شخص عنده أي مرض مناعي لازم يخبر طبيبه وينبهه أنه أنا مثلا كان عندي بالماضي مرض اسمه كرون ديزيز السيراتيف كولايتس، أو أنا عامل زرع كلوي أو عامل زرع أعضاء، هول مرضى ما فيهم ياخذوا العلاج المناعي لأنه هالشي بيعمل له المشاكل الصحية أكثر بكتير من فوائده. دائما نحن بأي علاج بنختاره لمريضنا بنعمل بالانس بين العلاج المناعي وفوائده والضرر الممكن يجي من وراء. إذا بدي أجي على خصوصية الأورام، حكيت عن سرطان الرئة. سرطان الرئة هو نوعين، الخلايا الكبرى والخلايا الصغرى. الخلايا الكبرى إذا كان عندها إكسبريشن عالي، يعني إذا البي دي ال 1 موجود بنسبة عالية بالورام يستفيد بشكل كتير كبير من العلاج المناعي، وهو المرضى ما بيحتاجوا علاج كيميائي. إذا كان هالنسبة بين 51% هالمرضي بيحتاج لعلاج كيميائي ومع علاج مناعي ممكن يستفيد بشكل كتير كبير. حتى اللي ما عندهم أي إكسبريشن، يعني أي وجود للبي دي ال 1، هو المرضى بشكل عام إذا فشل العلاج المناعي، إذا فشل العلاج الكيميائي هون في دور كتير كبير للعلاج المناعي. إذا نحكي عن الخلايا الصغرى، سرطان الرئة للخلايا الصغرى، مؤخرا ظهرت دراسة بتبين إنه هيدا المرض يستفيد من العلاج المناعي مع الكيميائي، ما بنعطي علاج مناعي لوحده. إذا بنحكي عن سرطان المبولة المثاني، هيدا إذا المريض ما بيتحمل علاج كيميائي هو من أفضل شيء نعطيه علاج مناعي، وإذا أخذ علاج كيميائي وفشل كمان العلاج المناعي له دور كتير كبير بهالموضوع. سرطان الثدي، بنحكي عن سرطان الثدي اللي هو شائع جدا، تقريبا 30% من الأورام عند السيدات هي سرطان الثدي، 1 على 8 من السيدات يوما ما سوف تصاب بسرطان الثدي. كمان في نوعية اللي هي 10 ل 20% من سرطان الثدي اللي بيكون عندهم ما بيستفيدوا لا على العلاج الهرموني ولا على العلاج الموجع. هودي المرضى اللي بنسميهم تريبل نيجاتيف، هودي المرضى يستفيدون بشكل كتير كبير، وهالشيء اثبت علميا مؤخرا بالعلاج المناعي. بنحب نحكي كمان اذا المريض عنده خطأ جيني اسمه MSI موجود، MSI instability، هيدا اذا MSI موجود مع وين ما كان موجود المرض، بالقولون، بالساركوما، بالمصران، بعنق الرحم، بالمعدة، هول المرضى يستفيدون على العلاج المناعي. بحب ضيف هون اخيرا انه العوارض الجانبية لأي مريض ما يخفيها عن طبيبه. احيانا الطبيب بيخفي العوارض الجانبيه لانه بخاف الطبيب يوقف الدواء، هو بيعتقد انه الدواء بيفيده كتير. احيانا الدواء بيقتلنا اذا ما بننتبه للعوارض الجانبيه. ضروري جدا نبلغ طبيبنا خصوصا بالعلاج المناعي، لانه ما في عارض جانبي الا وما له علاج. بس نعالج العلاج، نعالج العارض الجانبي، بصير عنا يعني بناخده بطريقه سيف من دون اي مشاكل. أنا جاهز إذا في أي أسئلة. دكتور، في حدا عم يسأل إذا healthy food gives the body immunity against cancer. بشكل عام نحن بنشجع healthy lifestyle، يعني healthy food، رياضة، هو أساسيات تنعملهم، وما ندخن، وما يكون في مثل ما بقوله نشرب الكحول بطريقة excessive كثيفة. هاي العوامل كلها بتساعدنا تقريبا نتجنب 50-60% من الأورام السرطانية. في أورام للأسف ما فينا نتجنبها وما بنعرف ليه، ولكن healthy lifestyle بيجنبنا 50-60% من الأورام السرطانية، وإذا أصبنا بالورم بيساعدنا نتجنب المرض يرجع عنا بشكل أكيد. في حدا عم يسأل عن دواء I think اسمه فوترين، هو بيساعد شيء بال فوترين هو نوع من الأدوية الموجهة، بنستعمله بأورام كتير، سرطان الكبد، سرطان الرئة، سرطان الغدة الدرقية. الفوترين ودواء منه كتير جديد، منه علاج مناعي.
اللي عنده سرطان عنق الرحم بتقدر تاخد تعمل الميزيرا. اكيد له مثل ما قلت عنق الرحم يستفيد من سرطان ال من سرطان عنق الرحم يستفيد من العلاج المناعي، ولكن ضمن شروط. يعني مش كل سرطان عنق الرحم وبكل المراحل يستفيد، في حالات معينه بنعطيه في حالات معينه ما بنعطيه. هون بتجي على الطبيب المعالج بده يمشي على شيء اسمه جايد لاين تعرف كيف بده يوصف الدواء وباي مرحله وباي وقت. كمان في عنا سؤال what are the contraindications؟ مثل ما قلت من شوي صغيره، اي مريض عنده زرع اعضاء، يعني حدا زارع كلوي ما فينا نعطيه لسرطان ال لانه عم ياخذ ادويه تنيم المناعه، ما فينا نفيق المناعه. لما نزرع اي عضو بننيم المناعه تهالجسم يتقبل العضو اللي مزروع. اذا بنعطي من اول مناعه هيدا العضو بصير يعني جسم بطل يقبله. اي شخص عنده مرض له علاقه بجهاز المناعه مثل الكرون، السيراتيف كولايتس، روماتويد ارترايتس، يعني في امراض كثيره موجوده بجهازنا المناعي بتخلق عنا من ضمن جهازنا ما فينا نعطيه العلاج المناعي لانه بيصعبها بسرعة عوارض لهذه الامراض اصعب بكثير. قديش التريتمنت ديوريشن تبع كل مرض له فتره محدده؟ لغايه اليوم العلاج المناعي بنعطيه بالمراحل المتقدمه بالسرطان، بعد ما بلشنا نستعمله بالمراحل اللي فيها علاج وقائي بالسرطان. لما نستعمله بالمراحل المتقدمة ما بنحكي عن علاج بشكل عام مستمر، ممكن يستمر سنوات، يعني ما في وقت محدد. عادة ما دام المريض عم يتجاوب من كف العلاج المناعي وما دام ما في عوارض جانبية قاسية من كف العلاج المناعي، بأي وقت بيصير عنا عوارض جانبية غير مقبولة ممكن نوقفه، أو إذا بطل جسم الإنسان يتجاوب على هيدا الدواء منوقفه. هل مريض السرطان يمنع عن تناول السكر؟ من المحبس أنه مريض السرطان ولأي إنسان كان عنده سرطان أو ما عنده سرطان يخفف استهلاك السكر والكربوهيدرات بشكل عام. استعمال السكر مضر بالمطلق، خصوصا السكر الصناعي، ولكن ما في أي إثبات علمي بيقول أنه السكر هو بيسبب سرطان أو بالعكس، ولكن السكر بشكل عام غير جيد وغير مرغوب فيه لصحة الإنسان. كمان في عنا سؤال، شخص عم يسأل إذا العلاج المناعي بيعطي احتياط لبعد التريتمنت أو من بعد ما حدا يعمل كيموثيرابي بيرجع بياخد الإيمونوثيرابي حتى ما يرجع يجي معه المرض. العلاج المناعي احيانا وفي حالات كتير ومثبتة علميا، اي شيء نحن بنحكيه هو مبني على دراسات، ما في شيء نحن فكرنا فيه هيك بس من راسنا، كله مبني على دراسات وفي علم بالموضوع. العلاج المناعي احيانا بتعطي جرعة واحدة للمريض وبيصير عنده عوارض جانبية غير مقبولة وكتير قوية، ما بنعود نعطيه للدواء، ومع ذلك بعد شهور وبعد سنوات بنضلنا نشوف فيه تجاوب على العلاج المناعي. مش معناتها إذا وقفناه حيوقف التجاوب، ممكن التجاوب يكفي معنا حتى بعد ما نوقف العلاج المناعي، ولكن إذا ما في ضرر منه منكفي. في بعد سؤال دكتور، مين هن البيشنتس اللي أكثر شيء بيمشي معهم الإيمونوثيرابي واللي حيجاوبوا بطريقة أفضل مع العلاج؟ بشكل عام مثل اعطيت مثل انا هو سرطان الرئة اللي هو علاجه تطور باخر 5 سنوات بشكل ممتاز، وهيدا الشيء بيرجع بالفضل للعلاج المناعي الفضل الاكبر. في شغلتين بنطلع فيهم بسرطان الرئة، في شيء اسمه البي دي ال 1 هي عبارة عن بروتين موجودة على الخلايا السرطانية من ايسا، كل ما تكون عالية كل ما تكون موجودة وعالية كل ما يكون نسبة التجاوب اعلى، كل ما يكون في امل كبير للانسان يتجاوب بشكل ممتاز على العلاج المناعي. وفي شيء اسمه التيومر ميوتيشن بيردن اللي هو نسبه الاخطاء الجينيه الموجوده عند المريض، كل ما يكون نسبه الاخطاء الجينيه موجوده كل ما يكون نسبه التجاوب اعلى. نسبه الاخطاء الجينيه لحديت اليوم ما فينا نقيسها بلبنان، ولكن قريبا بالمركز الطبي حنبلش نقدر نعمل لها القياس تاعها، حاليا بنبعثهم على امريكا تندرسهم هودي. كمان عنا سؤال، مريض سرطان البنكرياس بيستفيد من الإيمونوثيرابي؟ سرطان البنكرياس بالمباشر ما بيستفيد من العلاج المناعي لغاية اليوم، ولكن
إذا عنده شيء اسمه MSI، يعني إذا نفحص الورم بالمختبر عنا وبين في عنده شيء اسمه MSI، هو عبارة عن ماركرز موجود بالتيومر، إذا هالشيء موجود ممكن يستفيد من العلاج المناعي. كمان في عنا شخص عم يسأل عن شهن أهم أسباب ضعف المناعة بالجسم. هلا الأسباب ضعف المناعة عديدة، ما في سبب محدد، ولكن السرطان ما بيحتاج الجسم تيكون ضعيف تيصيبه للإنسان. اللي بيصير إنه السرطان بيصيبه للإنسان وبيفرز مواد بتخلي جهاز المناعة يتقبله، ما يتعامل معه كجسم غريب للمرض الخبيث، بصير يتقبله. لذلك بيجي الدواء العلاج المناعي وبيقوله لجهاز المناعة انتبه، هيدا مرض خبيث، نشط حالك وزعبه من جسمك. هيك بتصير. بس هو السرطان أكيد الإنسان اللي عنده ضعف بالمناعة مثل HIV مثلا، مريض HIV عنده تشانس أكثر ينصاب بالمرض الخبيث مقارنة بالإنسان العادي، ولكن الإنسان العادي منه محتاج يصير عنده ضعف بجهاز المناعة حتى يصاب بالمرض الخبيث. كمان في سؤال بيقول is lymphoid hyperlapsia kind of cancer؟ أكيد في أنواع كتير من الليمفوما تتجاوب على العلاج المناعي ضمن، ولكن دائما حسب أي مرحلة وأي نوع من الليمفوما. في كمان سؤال بيقول إنه مريض معه بانكرياتيك كانسر درجة رابعة وحالته ما بقى تسمح له يعمل كيمو، هل بيفيده الميونوثيرابي؟ أنا أكيد إنه طبيب وعمل له فحص يشوف إذا بيستفيد على العلاج المناعي، لازم يكون درس له شيء اسمه MSI أو حتى عمل له مولكولر بروفايلينج لل تيومر إذا أمكن. في فحوصات كتيرة بنعملها، بندرس الحمض النووي للأورام للخلية السرطانية وبتعطينا مثل ما بقولوا خريطة جينية لهيدا الورم، من خلالها ممكن هالشي يساعدنا نلاقي علاج لهيدا المريض. أكيد بدها تكون حالته الصحية بعدها بتسمح بهالشي. دكتور عاصي تانكي كتير إلك على هالمعلومات المفيدة ويعطيك العافية. شكرا لكم، يعطيكم العافية.